السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة خياطة واحد الموديل زوين بزاف بزاف بزاف. غادي نخليكم تكملوا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا كي داير الشكل ديالو. هنا كيف شفتوا أنا خديت يعني سروال، هنايا غندير إعادة التدوير ديال السروال ونخيط موديل. نتوما ممكن ديروا توب، يعني ماشي ضروري أنكم ديروا إعادة تدوير الملابس قديمة، ممكن ديروا يعني طبقوا هاد الموديلات اللي كنوريكم على التوب، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا كنوريكم على يعني على سروال عريض، هنا خديته حليته باش غادي نفصل عليه الموديل. غادي نفصل فقط غير هذا الرجل، هذا جوج القطع غنفصل منهم هذا الموديل هذا. اذا بالنسبه لبنات القياسات غادي نخلي لكم في صندوق الوصف هذا القياس اللي غادي ندير هنايا، هو القياس ديال العمر السنه 6 اشهر، وانتم غادي ديروا القياسات ديالكم. هنا حطيت المقاس ديال الكتف ودخلت ب 6 سنتيم ديال العنق. كيف شفتوا الاطفال كندخلوا لهم ب 6 سنتيم وكننزلوا ب 2 سنتيم في الكتف. هنا نزلت بالتركيز وقسمته على 2 ودخلت فقط بسنتيم، الكبار كندخلوا ب 2 سنتيم والصغار كندخلوا فقط بسنتيم. هنا وضعت المقاس ديال الصدر، وهنا حطيت في الجلايل 15 سنتيم لان موديل صغير بحال هكا. هنا غادي نجيو المنتصف ديال التركيز وغادي نرسمو خط بحال هكا، وغادي ندخلو بواحد 4 سنتيم وغادي نرسمو هاد الخط كيف ما شفتو، وغادي نقطعو بحال هكا. نفس الشيء غادي ندير القطعه ديال الظهر، يعني غنصايب قطعه اخرى من الرجل الاخرى. كيف شفتوا انا فصلت جوج القطع، ودابا غادي نفصل التبطين ديالهم. هذيك القطعه الفوقانيه يعني بحال الشكل ديال الكل غنفصل ليها التبطين ديالها. كنطوي الثوب على 2 وكنحطوا داك القطعه على 2 هكا مطويه، وكنطراسيو بحال هكا غير الدوره ديال التركيز، وكننزلوا واحد 3 ولا 4 سنتيم فقط من الجوانب، وكنطراسيو بحال هكا كنصايبوا منهم هاد القطع جوج باش نديرو يعني ديال الخلف وديال الامام. وغادي نفصل واحد جوج ديال القطع ديال الحزام اللي غادي يكون في على الكتف، الطول ديالهم 30 سنتيم والعرض ديالهم 4 سنتيم، وكذلك القطع اللي غندير بهم كشكشه لتحت في هذا الفستان هذا. اذا اول حاجه غادي نخيط داك القطع اللي قلت لكم الطول ديالها 30 سنتيم والعرض ديالها 4 سنتيم. هادو غادي يجيو ك يعني بحال الشكل ديال السالوبيت، غادي يجيو من الفوق في الكتف. كي شفتوا هنا جوج القطع غنخيطهم مع بعضهم من الجهتين بجوج. وغادي نقلبهم هنا كيف ما شفتوا بعد ما قلبت داك الحزام. غادي نجيو لهنا القطعه ديال الظهر غنخيطهم غير في القطعه ديال الظهر، ما غنخيطوش القطعه ديال الامام، حطيناهم بحال هكا. وغادي نجيب التبطين وغادي نحطهم فوق منهم بحال هكا، ونحاول نثبتهم بواحد الفنيته باش ما يهربوش ليا في الخياطه. كملوا الفيديو حتى الاخير، عطيه موديل زوين بزاف بزاف وكيوت غزيول، يعني ممكن ديروه للبنات ديالكم غير نصف متر قماش تخرج لهم هذا الموديل هذا. هنا كيف شفتوا غادي نبدا الخياطه من الجهه ديال التركيز، غادي نخيط بحال هكا. وغادي نخيط من الفوق ندور على الدوره كامله. وبالنسبه كي قلت لكم القطعه اللي غادي نركب لتحت في الفستان غندير بها لي بلي، فكناخذ خديت الدوره كامله وزدت عليها 15 سنتيم باش ندير بهم داك لي بلي، اولا ممكن تزيدوا 20 سنتيم يعني على حساب واش ديروا كشكشه اولا البلي. المهم كتزيدوا واحد الزياده على القياس ديال الدوره ديال الجلايل. صافي هنا غنحيدهم وغادي نقلبهم وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي. انتما كيف ما شفتوا نفس الطريقه غادي ندير الامام، ولكن ما غاديش ندير كي قلت لكم ما غاديش ندير يعني غندير تبطين عادي، ما غاديش ندير لا حزام لا حتى شي حاجه، لان في الامام غادي يكونوا الازرار.
باش يسهل عليكم انكم تلبسوا هاد الفستان هذا او هاد الصالوبيت للبنيتات ديالكم. اذا هنا كيف ما شفتوا كنخيطوا عادي، صافي، وغادي نقلبوا. هنا كيشتو جد داك القطعه اللي قلت لكم غندير في الاسفل، وغادي نبدا ندير لي بلي. الطول ديالها 10 سنتيم تقريبا، انا درت في الطول ديال الفستان 25 زائد هاد الطول هذا 10 سنتيم، هي 30 سنتيم في الفستان كامل. صافي، وغادي نكمل بلي بلي بحال هكا. نفس الطريقه غادي نديرها كذلك للجهه ديال الامام. ودابا غادي ندير نفس الطريقه كي قلت لكم الامام، وغادي نحط الظهر والامام الوجه على الوجه، وغادي نخيط الجوانب، نجمعهم الجوانب بجوج، ومن بعد غادي نخيط الدوره ديال الجلايل من التحت سنتيم، غادي 2 سنتيم ديال السرجي، وغادي نخيطها عادي. غادي نكمل الخياطه من كي قلت لكم الجانب الاخر والجلايل، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكسيوه، كتجي بحال هكا، كسيوه على شكل صالوبيت، كتجي بحال هكا زويونه. كي شفتوا هنايا انا خيطت الدوره ديال الجلايل من التحت، من بعد ما جمعناهم من الجوانب كنجمعوهم غير من هنا، ما كنجمعوش هاد الدوره هذه ديال التركيز. كتجي بحال هكا كي شفتوا، ملي كتكونوا مدوزين السرجي كتجي الخياطه ديال العطفه سهله، وكتجي حتى البياسه كتجي منقيه من الداخل. كي شفتوا هنايا انا درت الفتحات ديال الازرار، راه سبق لي ودرتهم هادو معكم، غنخلي لكم في صندوق الوصف. هنا كي شفتوا هاد الحزيمه تخيطناهم غير من الظهر فقط كي راكم شفتوا معايا في الفيديو، وفي الامام كنديروا لهم بحال هكا. انا درت هنا القياس اللي بغيت، نتوما غنخلي لكم في صندوق الوصف، نتوما ممكن ديروا القياس ديال البنيتات ديالكم اللي بغيتوه. كيجي بحال هكا، ممكن تزينوه بشي دي موتيف، كتعرفوا داك لي موتيف كيكونوا كيتباعوا ديال مثلا وريضه هكا حيوانات كنديروهم هنايا، اولا ممكن ديروا جيوبه صغار، انا بغيت نخلي هكا زويون سامبل، كيجي بحال هكا. والحزيمات نتوما كيشتو كيفاش جاوا، كيجيو زويونين. نخليكم كاع العبارات في صندوق الوصف. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. خليوا لي التعليقات ديالكم ولي جيم ديالكم، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم، كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.